سجني مرة أخرى، فهمتم؟ هيا. بسيطة وألف بسيطة، سوف أريكم هذه المرة وكل مرة ولا سكونوا هرة. دعك منهم أيها الزعيم، لنذهب إلى المنزل. لن أدعهم وشأنهم، إنها المرة 44 التي أرمى فيها قلب القطان. كم أشعر بالمرارة. قد يتوقفون عن احتجازنا إذا أحسن التصرف. كانت فكرة عابرة ومرت مرور الكرام. فكرة وعابرة؟ فكر كثيرا قبل أن تقول عابرة. أن أحسن التصرف أمر غير وارد. قسم المراقبة سيدفع الثمن مرا. لقد آن الأوان لكي نحظى ببعض التقدير هنا. ماذا تعني بتقدير؟ إننا نضخ الوقود ليل نهار في جميع الظروف والأحوال، في المطر والثلج والريح والبرد. لقد صمدنا وقمنا بعملنا. املأ خزاني ببرغين واحد. اسمع، هل أخبرك أحدهم أن الصبر فضيلة؟ لا. مفاجأة. على كل، أنت من أين؟ ها؟ يبدو أنك لست مثقفا بالمرة. اسمع، إذا لم أحظى بإجازة قريبا من كل هذا العمل المبني فلن أكون مسؤولا عن أفعالي أبدا. صديقي، أعرف ما تعنيه. من الجميل أن تحظى بإجازة للتمدد تحت الشمس ونشرب عصير الفراولة. ماذا هناك؟ لفحني وميض من الإلهام الرقيق هذه المرة. هل ألمك الوميض؟ قل لفحني، تنح جانبا وركبني مراقبة كيف أعمل. إن الحديث عن العطلة جميل جدا ولكنه لن يتحقق أبدا. سيتحقق ولو مرة. إذا تريدان الذهاب في عطلة؟ نعم، وسيكون ذلك جميلا. لقد عثرتما على مرامكما، سأمنحكما إجازة رائعة. منتجع المخروط جنكيز الترفيهي محضر بآخر الاختراعات المخروطية الضرورية، ولا يتأثر بالبرد ولا بالحر. لا يبدو لي الأمر مثيرا. وبإمكانكما ركوب الحمار. حقا؟ إذا نحن معك. سوف تحبان الحمار كثيرا. سيلا فورست، على فوران. كيف الهمة حديد؟ إنها ممتازة. رهيب، احمل هذين واتبعاني. ماذا؟ عن كذب، سأشرح الأمر لاحقا، تحركا. بحذر. إن هذا ممتع. طلع النهار. صباح الخير أيها المصيفان، المخروطة سيلا تتكلم. أتمنى لكم يوما سعيدا رهيبا، مع حفظ حقوق الطبع والعلامة التجارية وكل الحقوق في منتجع جانكيز للرفاهية. اطمئنا تماما، خدمة الغرف ستصلكم حالا. شكرا، العمل الإذاعي يناسبني.
أحب عمل الإذاعة. أنا مذيعة. جيد. لقد كانت طريقة فظة للإيقاظ. الفطور لشخصين. مضحك. كان ذلك أفضل تطبيق عملي لتقديم الفطور الصباحي. هذا صحيح ساندي، صحيح. حسناً يا صديقتي، إلى أين ترغبين في الذهاب اليوم؟ أي مكان هادئ سيكون أفضل أكيد. فلنذهب إلى الحديقة إذن. ولكن أين ذهبت المضختان؟ نريد بعض الوقود. الحقيقة خزان الوقود عندي سينفد، ما هو الحل؟ هنا في منتجع المخروط جنكيز الشهير للرفاهية، نفتخر بأننا لا نوظف إلا النخبة من المشاهير، لذا لم ندخر جهدا أو مالا لكي نقدم لكم ولعرض واحد فقط أكثر النجوم ذكاء لهذا القرن بمعنى أدق. أنا أشعر بأننا في ورطة. مثلي تماماً يا جوليان، مثلي تماماً. لقد قلبت المنزل رأساً على عقب مرة ثانية. والآن عزيزي، آخر من يصل إلى المضخات يكون خدة فاشلة. حسناً، اتفقنا، هيا. ما الذي يحدث هنا وايني؟ أين المضختين؟ لا أعرف رولو. يا إلهي، يبدو أننا في مشكلة. عين من المراقبة الجوية ينادي قسم المراقبة. أجب يا قسم المراقبة، هل تسمعني؟ أجب. أسمعك بوضوح يا عين، ما هي المشكلة؟ لدينا ما يشبه الازدحام المروري عند المرآب. جوليان وساندي مفقودان. أجب. يا إلهي، هذا فظيع. دون الوقود سينتهي الأمر بحركة السير في عالم المخروطات إلى التوقف. هذا أفضل خبر سمعته. أصمت كيفن، الجميع يعلم بأن المضخات لم تمشي وحدها ولم تخرج من باب المرآب، وهذا يعني بأن أحدا قد أخذها. أكيد جانكيز. رقم هذا الحجر 15، وهذا 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 الحجر 13. لا ليس 13. يبدو أنني أخطأت العد. نعم، نعرف ذلك. 15. أحسنتما. وهذا الحجر 15 و15. أوامر؟ عفوا سيدي، لدي شك بأنك تخبئ هنا مضختي وقود مخطوفتين. لديك شك؟ هل أنت دبوس أم إبرة؟ أنا بريء. في هذه الحالة لا أظنك تمانع لو قمت بتفتيش منزلك. نورت الوكر وشرفتم. كت على حق. إذن لقد قمت باختطاف المضختين. أنا بريء، بريء. نعم، إنه محق. أتينا لنمضي إجازة. ماذا؟ لقد أتينا إلى هنا لنمضي إجازة حقيقية. لكن لا يمكنكما ذلك. ماذا عن السيارات الأخرى؟ إنهم ناكرو الجميل، عليهم أن ينتظروا. رأيت براءتي يا مخروط المرور؟ غادر على الفور لو سمحت، فلدينا ضيوف يحتاجون ترفيها. ما الذي يحدث هنا بالضبط؟ لقد تدبرت أمر مخروط المرور، والآن ما هي خطة اليوم؟ جولات على الحمار. تعنيني؟ جولات على الحمار، لقد وعدتنا بذلك. أجل، هذا صحيح. باريس، تدبر الأمر وأكرم ضيفينا. أنا؟ لكن ليس لدينا أي حمار. من الأفضل أن تذهب وتبحث عن حمار. خذ بوب سلوب معك. طيب زعيم. أيتها الحمير اخرجي، أيتها الحمير اخرجي. مرحبا أيتها الحمير.
أين أنت أيتها الحمير؟ ما هذه المجموعة من السيارات؟ إنها متوقفة لا تذهب إلى أي مكان. أجل، لقد نجحت خطة الزعيم هذه المرة. انظر، لكن ما هذا؟ لا أصدق هذا، لقد استخدمت المخروطات مضختين جديدتين. من الأفضل أن نخبر جينكيس في الحال. أتظن أن خطتنا نجحت كولين؟ سنعرف ذلك قريبا يا أختاه. وعندما كنا نمر من أمام المرآب هناك شاهدنا. رأيتماك بوسا، بشر. بل مضختي وقود جديدتين. الغش حرام. مضختان في المرآب. أجل. حسنا، هذا يكفي. هيا بنا جوليان، نحن ذاهبان. لا، لا يمكنكما الفرار. بل سنفعل، لا يمكن أن نسمح لأحد أن يأخذ مكاننا لأننا فقط في إجازة. وسترى شيئا آخر. لكن إنها حيلة من حيل قسم المراقبة. عدنا إلى هنا الآن. كما تأمران وترغبان، سنفعل ذلك مرغمين. والآن هل أنتما راضيان؟ طبعاً، تمام الرضا يا زعيم. حسناً جينكيس، ما هو رأيك؟ رأيي أنني بريء، وهؤلاء هم من غرر بي. هذا حرام. أيها الزعيم، لدي ما أقوله. طيب، هل أطلعتني على فكرتك الرهيبة؟ لدي فزورة قد تسلينا بعض الوقت. شيء عديم الفائدة، أسنانه زائدة، يلتهم الطعام من المائدة. ما هو يا زعيم المجموعة الحاقدة الفاسدة؟ لقد انتهت الحلقة وحواري قد انتهى. ولكنك لم تجبني يا زعيم. قبل 5000 سنة دخل عالم المخروطات في مرحلة من التاريخ تعرف هذا اليوم بالسلالة المخروطية الثالثة. تعاقب على الحكم خلالها عدد من المخاريط الفراعنة، كان أهمهم توت عنخ مخروطون. إنه الذي وضع نظام السير أحادي الجانب، والذي ما زلنا نتبعه حتى يومنا هذا. وعندما مات تم دفنه في مخروط حجري تذكاري استغرق بناؤه 1000 سنين، واستغرقت منا سرقته، أعني استكشافه، 7 ساعات. فلتكمل أرجوك. أطفالنا أذكياء، إننا متفاهمون بشكل جيد. والآن فلنتابع سيرنا. وراي ترقد في هذا التابوت الذهبي الجميل مومياء توت عنخ مخروطون. والمطلوب منا ألا نقوم بإزعاج هذه المومياء أبداً. ولماذا نفعل ذلك؟ لأنه مكتوب في النصوص القديمة بأن كل من يقوم بإزعاج الفرعون في سباته الأبدي ستحل عليه الكوارث. لا أصدق هذا. لا تخافوا، أنا أسيطر على الوضع. أين مفتاح الكهرباء الاحتياطي؟ أولا، لقد قام مخروط بغيض بسرقة المومياء. أنا أعتقد أن الإثارة قد بدأت الآن. أنا جينكيس الذهب الإبريز، أنا المخروط جينكيس الرهيب. قمت للتو بأكثر أعمال السطو جرأة في تاريخ المخروطات. يمكنك التباهي بذلك ما شئت عندما نصل بأمان إلى مخبئنا السري. تحرك هيا. بأمرك. لكن اتبعوني، دعوا العبقرية يمر. مرور. عين ينادي قسم المراقبة المخروطي. أجب يا قسم المراقبة، هل ترون ما أراه؟ نعم أراه أيها المراقب. يبدو أن جينكيس يعد حيلة من جديد. إنه لا يتعلم أبدا.
ما رأيك أيها الكولونيل؟ أليس هذا من اختصاص مخروطات حفظ النظام؟ بالتأكيد سيدة كيت، سوف يضعون هؤلاء الأشرار خلف القضبان قبل أن ترمش عينك. جاهزون جاهزون، نحن دوما جاهزون، تحت الأمر جاهزون جاهزون جاهزون، نحن دوما جاهزون. حسناً بوريس، أنزلها هنا. قلت أنزلها ولم أقل ألقي بها. آسف يا زعيم. من الذي تجرأ على إزعاج سباتي؟ أنت قلت ذلك؟ لا لم أقل. ولا أنا. من قال إذن؟ لا تنظر إلي. اسألني أنا. أنت؟ اهربوا الفرار الفرار. المومياء يبدو أنه يتكلم. مستحيل، إن رأسي يلف ويدور. أتعلم ما الذي يعنيه هذا؟ نو. لعنة الألف كارثة. لا تتفوهي بمثل هذه الترهات. ماذا قال؟ حسناً، انظروا إلى الجانب المشرق. وماذا يمكن أن يكون هذا الجانب المشرق؟ بقي أمامنا 999 كارثة. بوريس، أنت مغرور. 998. أطلب إجابة، من هي الدودة التي أزعجت نومي؟ أربو. الحمد لله أن ذلك انتهى. مصفف الشعر الخاص بي سيجن. كارثة. 900. جاهزون جاهزون، نحن دوما جاهزون، تحت الأمر جاهزون. رجال ابتعدوا عن الطريق. هل ترون ما أرى؟ أجب. نعم للأسف. هل لديك فكرة عن المكان التي أتت منه كرة الثلج الضخمة؟ أنا سأجيب. تستطيعين؟ أنا سعيدة لسماع ذلك. قومي بتنويري. إنها لعنة الألف كارثة يا سيدة كات. أعيدي ذلك. المسألة أصبحت واضحة، قام جنكيز بطريقة ما بإيقاظ تلك المومياء. وقد حلت عليه اللعنة. غير معقول، هل تنتظران مني أن أصدق مثل هذه الخرافات؟ كيت، أعتقد أنك ترغبين برؤية هذا. مدينة المخروطة مهددة بأن تتحول إلى حطام، هل من أفكار؟ دعيهم يستمرون في هذا ونستطيع بعد ذلك ترميم المدينة. إذا لم تفكر بشيء مفيد كي تقوله كيفن، أقترح عليك أن أصمت. أعرف هذا. هل تسمحين لي أن أقول شيئاً؟ إنني أستمع إليك كادو، تكلم. أنا أعتقد أن الحل الوحيد لكل هذه المشاكل يمكن أن يكون في مكتبة المتحف. المغزى؟ إن المخطوطات القديمة لعالم المخروطات مليئة جداً من الرموز والإشارات أيضاً، وهذه قد تساعدنا في تفسير كل ما يحدث، وهكذا نرتاح من التفكير. هذا تفكير جيد فعلاً كادو. شكراً سيدتي. حسناً، لا تقف مكانك هكذا، انطلق إلى هناك. كولين، كوني، اذهبا معه أيضاً. سوف نذهب في الحال. أيها الزعيم، ماذا تتوقع أن تكون الكارثة القادمة؟ أكره الكوارث. بدأت لا أحتمل أبداً. البثور امتلأت في كل مكان بجسدي. جميل، رائع، هكذا يكون العد 999. أخ، هذا مؤلم. شكراً. تسعمائة وثلاثة وتسعون. لا أفهم هذا جوليان، المفروض أن يوم العطلة هو أكثر الأيام ازدحاماً لدينا، أين ذهب الجميع؟
فتشني يا ساندي، هل تعتقد أني أخبئ السيارات؟ تسخر مني؟ ها؟ نار سعيدة أيتها الكائنات. لو سمحت، هل تتحدث إلينا؟ في الواقع نعم، أحتاج بعض المعلومات. أنا أبحث عن المزعجين الذين أقلقوا سباتي الجميل. سباتك الجميل؟ لابد أنك تمزح، إن مليون سنة من السبات لن تجعل منك جميلا أبدا. تجرؤاني على إهانة الفرعون توت عنخ مخروطون، جنيتما على نفسيكما. أكره أن تمتلئ واجهتي بالرمل، ما هذه الورطة؟ هذا ما كان ينقصنا. إلى أين نذهب؟ أحاول أن أجد ملجأً أيها الذكي حتى لا يحدث شيء لرأسي. اصمت وتابع الفرار. انعطاف خاطئ. اهربوا بالعكس. حسناً، ما الذي نبحث عنه هنا بالضبط يا صديقي؟ أخبرنا. شيء ما نستطيع من خلاله أن نحل هذه المشكلة، إشارة أو رمز مثلاً. وجدتها. بهذه السرعة، ممتاز. وجدتكم وستقعوا عليكم نقمتي أيتها المخلوقات. أيها المومياء، من تجرأ؟ تفضل بعض الشراب، لقد أحضرته خصيصا لك. أنا متأكدة أنك عطشان بعد سبات 5000 سنة. حسنا، بما أنك ذكرت ذلك، شراب التوت البري الذي أفضله. شكرا. والآن أين كنت؟ نعم. هل كان من المفترض يحصل ذلك؟ يا إلهي، كان علي الانتباه جيدا. أجل ها هو، إذا قام المومياء بتناول هذا الشراب فإن الجلد الجاف للمومياء المذكورة سيقوم بامتصاص السائل ويصبح بركة من الماء على الأرض ولن يعود لحالته. حسناً، كان ذلك رهيباً، لكن يفترض أن نكون في طريقنا إلى الوكر. هيا بنا. إنه ينكر الجميل مراراً وتكراراً بعد كل ما قمنا به من عمل مرهق. هيا انظروا إلى المكتوب هنا، الجملة تقول: إنه عندما يصبح المومياء في حالته السائلة فإننا نكون قد أبطلنا مفعول 999 كارثة من أصل 1000 ستحدث. وهذا يعني؟ بقي أمامنا كارثة واحدة وسوف تحدث. لكن لم يعد هناك شيء لم يسقط فوق رأس جنكيز حتى الآن سوى مغسلة المطبخ. أجل، لقد فهم. ورأسه، وعيناه، وأذناه. معلمة.